هذه حملة سياسية وراءها ناس ديال السياسة. قاتك البلا في شكلك واللي تيشوفوا بأنه بغاو يفرقوا المغاربة ما بيناتهم. المغرب ما عمره ما كان مفرق، والفوارق الاجتماعية في المغرب ما عمرها ما كانت مفرقة، دائما في المغرب كانت فوارق اجتماعية. بتقول ايه يا ابني انت؟ الفوارق الاجتماعية في المغرب ما عمرها ما كانت مفرقة، دائما في المغرب كانت فوارق اجتماعية. انت السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها، مخه بقى فافاه وجزمته بقت في دماغه. السلام عليكم. إعلان الحرب على الجشع والجشعين، نعم إعلان الحرب على الجشع، لكي تعرف أنك أيها الشعب المغربي محقور ولا يحبك أي أحد من النخب جميعها، وأنك لا تملك سوى نفسك، وأن تقف أيها المجتمع المغربي وتجتمع للدفاع عن حقك، وأنك في نظرهم مجرد عبد ينظرون لك ويخاطبونك بكل احتقار ودونية. دانون سنترال دانون وعلى استهلاك مجموعة الماء، هذا كنظن بأنه خيانة للوطن. ماشي بحال دابا شنو داو يقول لك المقاطعة ديال المنتوجات المغربية لمقاولات مويكيلة اللي كيشتغلوا بها، هادشي راه ما فيهش اللعب، اللي بغى يلعب راه كيمشي يلعب لاصق. إليك هذه الأدلة التي كشفتها هذه الحملة. مثلا جميع الفنانين المغاربة ما عدا لطيف رأفت مؤخرا والفنان الشعبي عادل الميلودي والقليل، جميع الفنانين المغاربة المعروفين الحاصلين على أوسمة لم يتضامنوا مع الحملة لكي يعملوا في حفلات الباترونة ومهرجاناتهم. الفنانين المغاربة يكذبون عليكم، لا يحبونكم، يحبون فقط مشاهداتكم، أنتم في نظرهم مجرد أرقام ليس إلا. أين سعد المجرد؟ لماذا لا يتضامن مع الشعب؟ أين دنيا باطمة؟ ندوان للسيدة الأعمال ولا في المغرب سلوى أخنوش. أين فنانو الإيحاءات الجنسية؟ لكذا للآخر أيها المغربي على أنك محتقر. هل شاهدت كيف خذلت الصحافة المغربية الشعب عندما احتاجها في هذه الحملة؟ تكلمت الصحافة العالمية جميعها ولم تتكلم الصحافة المغربية التي لا قيمة لها، طبعا لأنها في ملكية هؤلاء الذين قطعناهم. لكننا نملك اليوم إعلامنا الخاص الذي تفوق على الإعلام التقليدي، لا يحصلون على التفاعل الذي نحصل عليه ولا يحصدون الأرقام التي نحصدها. والدليل الأهم، أنتم أيها المغاربة مجرد عبيد في نظر من يغتصبون حقوقكم. هل لاحظتم النبرة الاستعلائية التي خرج بها من قطعناهم، ونظرتهم الدنية ولغتهم التحقيرية والعجرفة التي ظهروا بها والكبر في مخاطبة الشعب، وكأنهم يقولون بلغة جسدهم: هؤلاء العبيد المسخين أصبحوا يتفقون علينا، هؤلاء المتخلفين أصبح لأمهم رأي ويريدون أن يتساووا معنا، نحن الأسياد. هكذا تقول لغة جثثهم. صديق أخنوش ورفيقه في الحزب بوسعيد وصف الشعب المغربي بالمدوخين. أخنوش وصف إرادة شعب باللعب، ومسؤول سنترال قال خونة للوطن، طبعا لأن الوطن بالنسبة لهم هو مصالحهم، ولسان حالهم يقول الوطن نحن ونحن الوطن. إذا احتججت عليهم يقول لك تحتج على الوطن، وإذا خنتهم يقولون لك خائن للوطن، وإذا قاطعتهم يقول لك قاطعت الوطن، والوطن منهم بريء يبكي مغتصب من طرفهم. أما الوطن فهو الأرض والشعب وليس أنتم. عندما يحسون بالأرض تهتز تحت أقدامهم يحتقرون الشعب، ثم يقولون لك لا تدمر الوطن. الوطن، الوطن هو المواطن الذي تحتكرون اقتصاده وتخربونه وتسرقون حقوقه. هل يوجد دليل أكثر من أن منتجات في المغرب أغلى من ألمانيا مثلا؟ بالمقارنة مع المغرب ومع أمريكا هنا بولاية أريزونا الأمريكية، بيدو ديال الحليب هو واحد قالون يعني 3.78 راه تتباع دولار فاصلة 98. بوتيترو ديال الزيت بحال داك 99 سنتيم ما كاناش أورو، يعني تقريبا غادي 10 دراهم. 6 ترانز ديال الماء ديال 60 سنتيم أخوتي. هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ أريد رد الآن. أليس هذا واقع؟ هل هذه الصور التي تأتينا من العالم خيال وليست واقع؟ لا يوجد أي منتوج بنفس الثمن في المغرب. تستغلون الوطن والمواطن ليل نهار، ثم عندما يعاقبكم الشعب تتشدقون بالوطن وكأنكم أنتم الوطن. الآن تتذكرونها، لا تتذكرونه عندما تستمتعون وتتلذذون باغتصاب ذلك الوطن وحقوق وحياة ومستقبل وجيب هذا الشعب، ثم عوض أن يخرج ويحترم إرادة الشعب كما يفعل المسؤولين في أوروبا
يحتقرون الشعب، فهو في نظرهم مجرد قذارة وزبائن ومستهلكين، بل بهائم يحلبونها ليل نهار. نحن في نظرهم حيوانات لم ترقى بعد لمستوى البشر، يظهر ذلك في عيونهم، في لغتهم، في نظرتهم. وبعد كل هذا ينشرون الأكاذيب والشبهات. مثلا ما ينشرونه من أكاذيب هذه الأيام يقول لك: أنتم تقاطعون المنتجات المغربية وتدمرون الاقتصاد الوطني لأنكم تقاطعون منتجات تصنع في الوطن. علمها الشركات الصغيرة التي سنشتري منها، هل تصنع منتجاتها في أفغانستان مثلا؟ راه حتى الشركات الصغيرة التي سنشتري منها تصنع منتجات في المغرب. تخونون الوطن، تدمرون الوطن. لا يا حبيبي، نحن ندمر شركتك أنت وشركات معينة، إفريقيا، دانون، سيدي علي، لوسيور. أما نحن فسنشتري الحليب وغيره من شركات صغيرة مغربية لكي تكبر هذه الشركات الصغيرة وتصبح منافسة لكم. ثم بعد هذه الشبهة يهددون بطرد الموظفين. وبلي كيشربوا هذا الكاس الحليب راه شحال من واحد خدام عليه الله. هؤلاء عمال يعملون بالقانون، إن لم يحصلوا على أجورهم وكنا في دولة محترمة يجب أن يجروك أمام المحاكم. وإذا أردت الخروج من أزمتك فالحل ليس هو طرد تعسف غير قانوني للموظفين، بل الحل هو الامتثال لمطالب الشعب وخفض السعر كما كان، وعلى الأقل سعر مثل أوروبا أو أقل من أوروبا، وكفى من الجشع. شبهة أخرى، يقولون أن الفلاح سيخسر وهو المتضرر الوحيد. لا يا حبيبي، عندما ستتوقف الشركة عن الإنتاج ستخسر الملايير أكثر من جميع الفلاحة، وهذا ما يخيفكم حقيقة. ولا تقولون ذلك حبا في الفلاح، لكن الفلاح لن يتضرر كثيرا، وستتضررون أنتم فقط، لأن المغاربة سيشربون الحليب من شركات أخرى، وسترتفع مبيعات تلك الشركات، وستشتري الحليب من الفلاح، والعقاب سيقع عليكم فقط. بالإضافة إلى أن الفلاح أصلا متضرر ولديه حلول، إليك هذا الدليل. ما ندر ما والو، لأن ما دايرين معنا والو في الثمن، نخليو من الأحسن الأولاد ديالهم يردهم، عندنا الرباح في العجل. جوج دراهم وثمانين فرنك الليتر، نبيعوه بثلاثة دراهم وثلاثين فرنك، يعني كتبقى لك خمسين فرنك في الليتر، ما كتصفر بزاف. كون كان عندنا الرباح في الحليب نقدروا نخليو لي هذاك الشيء اللي غادي يكفيه وندفعوا التعاونية شي حاجة، ولكن ما كافيش هذاك الثمن ديالو ما كافيش. لكن كل هذه الشبهات والعجرفة والتكبر واحتقار الشعب، مرة يقولون العمال سيتضررون، ومرة أخرى الاقتصاد الوطني، ثم اللعب على وتر الوطنية والتخوين، كل هذا يعني أن الضربة التي تلقوها موجعة جدا، وكل هذا يعني أنهم خائفين ويحاولون خداع الشعب. يمنعهم تكبرهم واحتقارهم للشعب من الاعتذار لها والتذلل له كما تفعل الشركات في الخارج. لكننا كشعب سنكسر أنوفكم المتكبرة والمتعجرفة التي تنظر إلينا بكل احتقار. اليوم تقدمون الشبهات، وغدا ستلحسون أحذيتنا، سنجعل أمكم تفلسون أيها المجرمون. أيها الشعب، مقاطعة هذه المنتوجات هي معاقبة تلك الشركات بدون رحمة ولا شفقة مهما قالوا. بالمقابل سندعم الشركات الصغيرة المغربية الوطنية والمحلية، وسنشتري منها، مما سيؤدي إلى رفع الإنتاج فيها لكي ينتعش الاقتصاد الوطني ونخلق مناصب شغل جديدة وتكثر المنافسة ونخلق المنافسة. هذه هي أهداف الحملة إن استمرت تلك الشركات في تكبرها وعنادها ولم تخفض السعر وتمتثل للشعب. إفريقيا، سيدي علي، ولوسيور، امسحوها من الذاكرة. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.